الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. قامت كتيبة عبد الله بن المبارك بضرب أكبر مربع أمني في دمشق في كفر سوسي. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. كتيبة عبد الله بن مبارك تضرب أكبر مربع أمني في دمشق في منطقة كفر سوسة. الله أكبر ولله الحمد.